لا لا كريم عمل لا مصيبه. يعني احلى ماتش كنت عشان عامله في كده كان حياتي، بيجي لك يقعد معاك على طول. احلى ماتش كنت عامله في حياتي، يعني احلى ماتش كنت عامله في حياتي، وحصل فيه ذكرى غريبه جدا. الماتش ده كان بلعب فريق فاستاك، فاكر بتاع كينيا، جبت جون في نفسي. هي مش قصدي خالص، هي كره يعني كره سهله جدا، هي كره ملعوبه بالعرض، فانا خدت القرار عايز اشيلها ببطن رجلي بوش رجلي، فرحت مثبت بطن رجلي، فالكره خبطت في بطن رجلي، راحت لفه 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 غريبه جدا، لفه راحت في الزاويه العكسيه من فوق الحضري. ماشي، الماتش ده كان كهرب 1-0 بقى 1-1، وراح كابتن خالد في اخر ثانيه جبت جونين حلوين قوي. الماتش انا جاري عليه بقى، حتى ابص دماغه لان هو خلاص يعني عارف برضو ايه، احنا عندنا ماتش عوده صعب، بس 1-1 1-1 غير 2-1 اكيد، لان 1-1 2-1 هناك الفرقه هتهاجم وهتفتح، لكن 1-1 يبقى قدامهم فرصه. مش عايز يوصلك ويرجعك، لا الماتش كان قفل، عارف انت فرقه وحشه جدا، ماتش ما عايز اقول حاجه، من اوحش فرقه لعبناها، بس مش عايز تخش ماتش وحش قوي قوي قوي، بس انا جبت جونين حلوين جدا قوي في الماتش ده. طب تعالى تعالى نشوف.